الكتاب يبين من عنوانه صراحة اللي شفته كان very exciting وخلتني أطلع على خبرات جديدة وشلون الناس they engage في السيليكون فالي and also how to operate a business in high level terms not using classical methods using the lean approach and that is something I took home actually يعني غيرنا وايد شغلات بالشركة أمانة خلال السفرة وايد 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 أمور أبهرتني وأقول لك غيرت حياتي كانت بالنسبة لي كني بعالم ثاني تعرف لما يقول لك أنت أليس في وندرلاند كنا بالضبط أليس في وندرلاند فبالعكس بالنسبة لنا it was a no brainer يعني لي شخصيا ولي مشروعي and how to take it to the next step and how to scale وهذا الحين غير نظرتي حق اي شركه لما تشوف المثال قدامك موجود يشجعك انك انت تاخذ الخطوه وتسويها فلما يجيني واحد يقول لي والله انا بسوي برنامج بسان فرانسيسكو كلش ماكو حسافه ليه اليوم انا اتذكر هالسفره بتفاصيلها I have zero regrets ممكن اكسباند ونبي اوصل فوق in one step راح تتعلم شنو معنات الانتربرينورشيب وشلون توظفها بالانوفيشن شلون تخطط صح وتفكر صح وتنطلق بطريقه صحيحه جدا احنا جوجل وات مور كان وي اسك فور انا يوم رحت جوجل ولينكدين وكان الثالث دروب بوكس والانفايرمنت اللي شفته اي جت انسبايرد اني اسوي هالمكان هالطريقه أنا أول مرة أسمع شو نتركمنت يعني نتركمنت أروح على بالخير على بالخير أنا عبد العزيز لا طلعت سالفة وايد أكبر من كذي يبي لها سكيلز يبي لها مهارة شو خلال فترة وجيزة يعني دقيقتين ولا ثلاثة تخلي قدامي يقتنع فيك كشخص ويقتنع بالأيديا اللي عندك اللي ممكن هو ينفذ فيها طبعا لينكد إن is one of the most successful companies in Silicon Valley هذا بحد ذاته يعطيك شعور of proximity خلينا نقول لأنك You're literally there. That's where things are happening. والأهم من هذا كله اللي إحنا نخشاه في عالمنا العربي الفشل. خوض المشروع وإذا فشلت ممكن إنك أنت تنجح إن شاء الله في المرة القادمة. فهذه من الشغلات اللي إحنا when we came back we really thought about it seriously. We introduced a couple of new solutions. اللي إحنا قاعد نسويه كله غلط فقط. واللي إحنا فاهمينه لازم ننسفه نحطه على جنب أو ننسفه ونبتدي بشيء جديد. لأن الجماعة في سيليكون فالي لهم فكر وطروحات جديدة وطريقة جديدة للخوض في هذا السوق اللي معني فيه اللي احنا الماركت بليس. واحدة من الشغلات اللي حبيناها بسان فرانسيسكو ان انت باختصار تشوف شنو السكيلابيلتي مالتك اللي بادي عدى الخطوة الأولى المرحلة الثانية ممكن يوصل المرحلة الثامنة بعد الرحلة هذه. ايه واحد ثاني وثلاثة وأربعة